تكون بطلة متربعة على عرش الجذاع في صباح هذا اليوم بشعار بن شابل. تهانينا والناموس. وشوط القعدان ينطلق، وهذا الشوط القوي، وأحيل الكلمة والميكروفون للزميل مطلق بن علي العنزي. شكرا أخي محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. تحية في هذا اليوم الأربعاء 23 من أكتوبر في هذا اللقاء الأخوي الكبير الذي جمع بين شعارات مميزة حاضرة من أبناء الخليج محلينا الثالث، وهذا اليوم الخاص بسن الجذاع مع هذه الأسماء والشعارات العملاقة التي تشارك في صباح هذا اليوم. شوطنا الرئيسي الأول راح مع أسرار بشعار بن شابل الذي قدم أول الأشواط الرئيسية مع أسرار حمد بن راشد بن محمد بن شابل المري. في هذا الصباح حققت وأهدت عشاق شعاره أسرار هذا الناموس الغالي. شوطنا الرئيسي الخاص بالقعدان اندفع بمجموعة كبيرة من الشعارات والأسماء العملاقة صاحبات الإنجاز والتاريخ المشرف. أبدأ مباشرة مع المركز الأول، شعار فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري مع شاهد ينطلق هذا الشعار في أول الأشواط الرئيسية. غازي على المركز الثاني للسيد محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد آل نابت على المركز الثاني. السوان على المركز الثالث، سعيد بن صالح بن سعيد القريص المري على المركز الثالث. المركز الرابع الفارس، فارس النعيمي على المركز الرابع. محمد بن راشد بن محمد الجفال النعيمي المركز الخامس. المركز الخامس نمبر 10 على المركز الخامس، رقم 10 وهذا الشامي صالح بن مطر بن ضابط الدوسري هل الخريب على المركز الخامس، يشاركون يتابعون هذا الانطلاق من شعار الدوسري على خامس المراكز. 5 كيلومترات هذه الأسماء وهذه الشعارات المندفعة في أولى أشواطنا الرئيسية. الأشواط الرئيسية الحساسة دائما يحرص ملاك الهجن على المشاركة ومتابعة الأشواط الرئيسية حيث تواجد النوعيات الفي اي بي في أول الأشواط الرئيسية. أعود إلى المركز الأول بعد أن أعلنت المراكز الخمسة الأولى كاملة مكملة على حضراتكم متابعينا أنتم خلف الشاشات يا من تتابعون عبر الريان والكاس نقلا حيا مباشر من جوهرة ميادين الخليج مع إشراقة شمس هذا اليوم، صباح هذا اليوم المميز. يا سلام الرقص مع الكبار، يا سلام المركز الأول السوان على المركز الأول يحمل الرقم 1 شعار القريصي على المركز الأول. سعيد بن صالح بن سعيد القريصي يحمل الرقم 1 والكادر رقم 1، الكادر الأول الكادر الفوقاني عبر الريان. هنا في المركز الأول ينطلق هذا الشعار. المركز الثاني هذا أعلنت بالمركز الخامس قبل لحظات، صالح بن مطر بن ضابط الدوسري على المركز الثاني ينطلق مع الشامي على المركز الثاني. المركز الثالث هناك كيف جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري على المركز الثالث. أول إعلان لهذا البطل لهذا الشعار شعار الكواري، شعار غني عن التعريف. المركز الرابع بدأت الأسماء بالاقتراب يا أخواني، بدأت الأسماء بالاقتراب. هنا نجم عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن محمد الفهيدة على المركز الرابع. المركز الخامس الشعار الرسمي ارحب
ارحب ارحب اسمع ارحب وارحب يا الشعار الرسمي، ارحب يا الشعار الرسمي سعد بن سعيد بن سعد الرفاد المري على المركز الخامس. هذا الشعار الغني عن التعريف ينطلق يحافظ دائما على مشاركته في الاشواط الرئيسية. من الجانب الاخر اسم جديد ينضم يا اخواني، هذا العريق ولا السلطان راشد بن شفيع بن راشد الفهيد المري على المركز الرابع. الى الثالث المركز الرابع، المركز الرابع الشامي صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، والرسمي مع المركز الخامس يقدم ارحب سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري على المركز الخامس. اعود الى مقدمة الشوط. وين 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 السوان؟ وينه وين السوان؟ الناموس وين يا بن بريك؟ علموني وين بيروح الناموس في اول الاشواط الرئيسية. القريصي القريصي القريصي، هل الكرعانة؟ هل الكرعانة مع هذا الشعار؟ يا سلام صباح الناموس، خلى على كيفه، راح ولا يحب الزحمة، ما يحب الزحمة. الله راح القريصي، راح مع السوان على المركز الاول، المركز الثاني نجم، المركز الثالث السلطان، المركز الرابع، المركز الرابع في اول اعلان واول اسم لغازي هادي بن سالم بن قطامي. المركز الخامس، المركز الخامس هنا مونديال علي بن سعد بن صالح النابت المري، ولكن الامور يا القريصي الامور، هل الكرعانة يتابعون؟ اصمد 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 يا السوان. المركز الثاني خطير والله، خطير الفهيدة، خطير الفهيدة الفهيدة. اللحظات الاخيرة، اللحظات الاخيرة يا راعي السوان، يا راعي السوان، هل الكرعانة؟ الناموس وين 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 وين؟ سعيد بن صالح بن سعيد القريصي مع المركز الاول. صباح الخير هل الكرعانة، صباح الناموس، صباح الانتصار. السوان اهدى الكرعانة، هذا الناموس الصباحي الاول يهدى ويزف على الهواء مباشرة بصوتي وبشعار سعيد بن صالح بن سعيد القريصي، يحقق ناموس الشوط الرئيسي الاول مع هذا الصباح. تهانينا والناموس يا راعي السوان. المركز الثاني نجم لعبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن محمد الفهيد المركز الثالث. المركز الثالث السلطان راشد بن شفيع بن راشد الفهيد المري. المركز الرابع، المركز الرابع غازي هادي بن سالم بن محمد الفهيد المري. المركز الخامس، المركز الخامس مونديال لعلي بن سعد بن صالح آل نابت المري. هذه النتيجة وهذا هو الشوط الرئيسي الأول بمجرياته ومنافساته وتحدياته. يحقق السوان الذي يحمل الرقم واحد وهذا الشعار المميز، شعار القريصي سعيد بن صالح بن سعيد القريصي الذي أهدى هل الكرعانة هذا الناموس الصباحي. تهانينا تهانينا يا راعي السوان. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 7:42، 71 جزء من الثانية هو توقيت السوان بشعار القريصي. صباح الخير للقريصي وصباح الناموس لهل الكرعانة. المركز الثاني نجم بالمركز الثاني، التوقيت الزمني 7:45 3 من الثانية، نجم لعبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن محمد الفهيدة. تهانينا والناموس. والمركز الثالث السلطان بالمركز الثالث لراشد بن شفيع بن راشد الفهيدة المري 7:49 15 جزءا من الثانية هو توقيت صاحب المركز الثالث. أعلنت لحضراتكم متابعينا مشاهدينا الكرام.